نروح للاخبار المحليه نبتديها من الاولمبياد طبعا، او اللجنه الاولمبيه المصريه يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله هيعلنوا عن الزي الرسمي لبعثه مصر في الاولمبياد، وهو شرف لو تعلمونه عظيم. شرف، اكبر شرف لاي رياضي في مصر هو انه يرتدي تيشيرت او قميص منتخب مصر في الاولمبياد. وبالمناسبه احنا مشاركين في اكبر بعثه في الاولمبياد القادمه في تاريخ مصر، 136 لاعب ولاعبه بواقع 86 لاعب و50 لاعبه في 23 رياضه، وده انجاز كبير جدا. طبعا دي صور المهندس هشام حطب، وطبعا المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه. واللجنه الاولمبيه الدوليه كانت تلقت خطاب، وده الخبر الحلو بقى اللي عايز اقوله لحضراتكم. اللجنه الاولمبيه الدوليه طبعا تلقت خطاب من اللجنه الاولمبيه المنظمه في طوكيو انه شالوا مصر من الليستة الدول اللي فيها الوباء، يعني انت ما عادش عندك حتى الثلاث ايام الحظر اللي موجودين. يعني انت هتروح من لعيبتك على هناك تشترك، وده خبر جاي جدا لسه عارفينه حالا. الخبر ده الحمد لله بيدل ان مصر الحمد لله وبائيا في مستوى جيد بالنسبه لطوكيو. وخلوا بالكم الناس دي مش بتهزر، الناس دي بتراقب الوضع جيدا وبتقول اللي هي شايفاه حاجه كويسه هتفرق مع لعيبتها انها تاخد فتره اعداد جيد وما تروحش تروح او تروح في العزل فتره طويله.